الله يحفظك. مرتين بكر الله يرحمه. الله يرحمهم جميعا. الله يرحمهم جميعا. إن لله وإنا إليه راجعون. فمشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر العاجل من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب مقبرة الشهداء. مشهد سيف كي مغاربة غيبكي جميع المغاربة. هذا هو القبر اللي غتدفن فيه الفنانة الراحلة، الفنانة المحبوبة على قلوب المغاربة كاملين، خديجة أسد. خديجة أسد فهي فنانة مغربية تزادت في 1952، فهي زوجة الفنان الراحل عزيز سعد الله. فإن لله إنا إليه راجعون.